تحياتنا له، وكان الأجدر بالأخ حيدر الملة. ما يتهمنا أنه ما يتهم العظمية نيوز. طيب. خبر الاعتقال اللي احنا تحدثنا عن أنباء تناولت كل مواقع التواصل الاجتماعي. طيب. كل جروبات الواتساب اللي موجودين بها أنا وجنابك الكريم والأخ حيدر الملة. نعم. كان المفروض بالأستاذ حيدر الملة أن ينتقد قناة كبيرة داعمة لحزب ينتمي له الأستاذ حيدر الملة. نعم. لكن الأستاذ أبو جعفر. نعم. لكن الأستاذ أبو جعفر ينتقد صفحة فيسبوك. ما يقدر وهو أخ عزيز. من تقصد بالقناة الكبيرة الداعمة؟ هو أخ عزيز بيناتنا زاد وملح، بس هو ما قدر ينتقد قناة تابعة لحزب هو ينتمي له. وأعتقد كلامي جدا واضح، وقناة تبث من عمان. نعم. اللي جنابك أنت موجود بيها هي أكثر قناة تداولت الخبر، بس هو ما يقدر ينتقدها لهاي القناة، لأن يعني يعرف أنه نشرة الأخبار راح تكون كلها ضد الأخ حيدر. نعم. فحاول أنه بس يوجه الكلام لنا. أما موضوع التبعية فأرجو أن نبتعد عن هذا الموضوع. نعم. يعني لا إحنا عندنا تبعية لأحد، ولا نقبل لنفسنا أن نكون تابعين لحد. إذا الأستاذ حيدر يعرف شيء فخلي يتحدث به، وما أعرف يعني هذا موضوع التبعية. طيب. مزعج جدا. طيب. جدا. طيب ابقى ويا على الخط، ممكن تسمع رد الأستاذ حيدر. أستاذ حيدر. أستاذ حيدر يعني يقول أنه أخذ الخبر من الجروبات اللي بيها موجود أنا وأنت وأستاذ سيف، الكل موجود بيها. وأيضا نعم. طيب شباب، عودوا لنا الاتصال بأستاذ حيدر اليوم. شنو مشكلتكم يا الاتصالات شباب؟ الأخ أستاذ مقداد لو سمحت. تفضل. نعم. هو يعرفك ويعرفني. نعم. كان الأجدر بي مجرد أن قرأ الخبر أنه ينزل تكذيب باللحظة. نعم. الموضوع مو صعب، ينزل تكذيب بجروبات الواتساب، كان يتجنب كل هذا الكلام. لكن هو غاب ساعة وساعتين وثلاثة. واليوم يلا رد. لا، هو البارحة نزل ترى تغريدة، البارحة نزل تغريدة والموضوع صار له 3 أيام. نعم. طيب أنت تحدثت عن قناة كبيرة داعمة لحزب يعود له، منتمي له. نعم. أنا في بداية الحلقة أستاذ سيف، الأستاذ حيدر الملة قيادي في حزب تقدم. نعم. قيادي في حزب تقدم. نعم. والقناة اللي ظلت على مدار ساعتين تتناقل خبر هي قناة تابعة أو داعمة. تمام. أو داعمة لتقدم. تمام. وصلت رسالتك أستاذ سيف، شكرا جزيلا لك. شكرا للبرنامج. شكرا لك أستاذ مقداد، وشكرا لسامر هالة عزيزة. وأتمنى من الأستاذ حيدر الملة أن يكون صدره أوسع بالرد والحديث. تمام. شكرا جزيلا. شكرا لك.